أهلا بحضراتكم مرة تانية، والمؤتمر من زوايا متعددة: الإعلام، السياسة الخارجية، الاقتصاد، السياسة الداخلية، كل حاجة من كل الزوايا. كيف ننظر إلى هذا الحدث الكبير؟ كيف نقيمه؟ كيف ندخل إلى حيز التنفيذ؟ إيه اللي مطلوب مننا كمان شعبا وحكومة في الفترة الجاية؟ وإزاي حلم الـ 300 مليار دولار اللي قال عليهم الرئيس السيسي؟ ودي كلمة مهمة جدا، لأنه الرئيس عايز يقول إنه مش إنه اللي حصل لسه بدري، لسه في تاني ولسه في جديد ولسه مكملين. التقييم بقى شكله إزاي؟ يسعدني أن يكون معايا النهاردة أستاذي الدكتور سامي عبد العزيز، وعميد كلية الإعلام الأسبق والخبير الإعلامي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. سعيد أيضا يكون معايا سيد سفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك سيد سفير. ويسعدني ايضا يكون معايا السيد سامح الترجمان، الخبير الاقتصادي ورئيس البورصه الاسبق. اهلا بحضرتك فندم. يسعدني كذلك ان يكون معايا القائم باعمال رئيس حزب المصريين الاحرار السيد عصام خليل. اهلا بحضرتك فندم. اهلا وسهلا. من كل الزوايا: سياسه داخليه، سياسه خارجيه، اقتصاد، اعلام. انحيازا هبدا بالاعلام. دكتور سامي، انا كنت لسه بكلم حوالين الاعلام الاجنبي. يعني احنا الاعلام في مصر يمكن مدرك لأهمية هذا الموضوع، عايشينه من أول ما الله يرحمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله قال على المؤتمر الاقتصادي، وإحنا بنعد الأيام والليالي عشان كنا نوصل لهذه اللحظة. صحيح اللي حصل أكبر من اللي توقعناه الحمد لله، لكن طب تيجي بقى الإعلام الغربي بيشوف ده إزاي وبيقيمه؟ حضرتك شفت إيه في متابعة الإعلام الغربي لهذا المؤتمر؟ خليني أقول لك حاجة خالد قبل ما أخش في الجزئية دي، وهي جزئية مهمة. دعنا نتفق انه توافر لهذا الحدث بالمفهوم التسويقي كل مقومات التسويق الناجح لمنتج بفضل الله. بفضل الله اولا طبعا، ولكن بص كده على المقومات. بدا هذا الحدث بتسويق على يد الرئيس، ومعروف ان التسويق المباشر وجها لوجه اهم مؤثر جدا، اكتر من اي حملات تسويقيه بالمعنى التقليدي. يعقبها إنه هذا الرجل رئيس وفر ما يسمى بالمناخ الإيجابي عشان هذا المنتج يجد قبول عند المسوق إليه. ثم ننزل شوية ونشوف إنه الإعداد الجيد للمؤتمر ده كان مقوم تاني. ثالثا أشهد إنه بداية الدعوة، خلينا نكون واثقين، بدأت على إيد رجل له مكانته رحمة الله عليه، طبعا الملك عبدالله. إذن أنا في رأيي الثلاث عوامل دول يمثلوا ما يقرب من 60-70% من مقاومات النجاح. تمام. ثم جاء الحدث على الأرض بقى اللي هو التسويق الأرضي. بمنتهى الأمانة حتى الموقع نفسه اللي تم اختيار المؤتمر بيتهيأ لي كان أحد عوامل في شرم يعني. ليه؟ أولا جمال المكان. ايضا توافر كل اللوجستيكات اللي كانت مطلوبه. انت لو كنت عملته في القاهره لا تستطيع ان تكون نفس درجه الحضور جوه القاعه زي ما كانت هناك، لان صحيح. الكل كان حوالين اذا كل المقومات للتسويق الناجح تحققت بالفعل. ثم جاء الاعلام الدولي، واشهد ان الحمله الاعلاميه الدوليه ايضا كانت حمله موفقه، وحتى المفهوم اللي استخدمته بطريقه صحيحه جدا. ثم جاء الاعلام المصري الوطني، وعايز اقول هبدا بالحقيقه بغصب عني، يعني ان الاعلام الرسمي الدولي اعتقد ان البرنامج ده اداله حقنه اعاده الحياه مره اخرى، لانه بامانه الاعلام الرسمي المصري كان متواجدا صحيح وناقلا صحيح بكل صحيح الكفاءه، تلفزيون وبكفاءه عاليه. ثم لقت القنوات الخاصه وبدوافع وطنيه مخلصه اضافت توهج حقيقي لهذا الحدث. هنا بقى هروح جاوب على سؤالك. غير الصحف والمواقع طبعا. طبعا مش عايز افصل، لا انا بتكلم الاعلام الوطني المصري الخاص بكل اشكاله بكل وسائله. معروف يا استاذ خالد انه الاحداث الكبرى تصنع رد فعل وصدى كبير. هقول لك بالارقام بقى حاجه تسعدك. شوف يا سيدي، من يوم 10 مارس الى 15 مارس مصر ذكرت في نشرات الاخبار المسائيه والقنوات التلفزيونية وكالات الأنباء الأمريكية 2704 مرة. ياه. ده بالأرقام. من 10 ل 15. من 10 ل 15 مارس. ذكر في نشرات الأخبار المسائية في 98 مرة.
في اخبار سي ان ان في نشرة الاخبار الرسميه 19 مره. احسب هذه الارقام، وانا مختار هذه القنوات لانك انت بتتكلم على سي ان ان، انت بتتكلم على العالم، على تغطيه عالميه. ولما تتكلم على وكالات انباء معناها انها مصدر لصحف ووسائل اخرى، وبالتالي الحدث فرض وجوده على كل الساحه الدوليه. صحيح. بمنتهى الامانه. هذا النجاح بقى، وعلشان بيتهيألي ده هيبقى الفصل الثاني من حديثي امام هذا التوهج، اعتقد انه هذه العوامل بصدق بقى عشان اقولها لك كده يعني، الله يكون في عون مصر رئيسا وحكومه وشعب ومؤسسات واحزاب بعد هذه البدايه. ليه بقى؟ ليه الله يكون في عونها؟ لسبب، لانه حجم الزخم اللي حصل، حجم المسانده اللي جات لك، حجم التأييد اللي جالك، حجم الوعود، حجم حاجة تانية، حجم ما أعلنه الرئيس وما أعلنته الحكومة من التزامات، بيتهيألي ما اعتقدش البلد دي عندها لحظة رفاهية إنها تغمض كده. الرئيس بدأ من النهاردة تغمض عينيها لمدة ربع ساعة، لأنه أنا هقولها بمنتهى الأمانة، كل ما تحقق في مؤتمر شرم الشيخ هو بداية من أول السطر. طيب، حلو قوي الكلام ده. حضرتك سيد سامح ترجمان، وكنت رئيس للبورصة وشاركت في هذا المؤتمر، والدكتور سامي بيقول يعني الله يكون في عون البلد. انت شايف الى اي مدى في قدرتنا على تنفيذ هذه الالتزامات والمضي قدما في كل هذه المشروعات، مع ملاحظة طبعا في شركات عالمية كتير هي اللي منوط بها التنفيذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا في حاجة بس نقولها عشان تكملة للدكتور سامي، قال في شك ان هذا المؤتمر نجاح كبير جدا جدا، واكثر مما كنا نتوقع بكثير. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كل الناس كانتش متوقعة هذا الحجم، لا من الحضور ولا من المشروعات التي نوقشت. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انه يجب ان نضع في اعتبارنا انه هذا المؤتمر في حقيقته عمل ثلاث حاجات مهمة جدا، وحاجة وبلا حتى كسر بعد كده. اول حاجة انه اعاد الثقة لكل الاطراف اللي بيتعاملوا مع الاقتصاد المصري. بيتوقف ده مستثمرين، متعاملين من المؤسسات الدولية، من والمستهلك نفسه، ان هناك التزام كبير من الحكومة المصرية مثلا في شخص رئيس الجمهورية والحكومة معه، انهم ملتزمين التزام جاد واضح من هذا، من كل ما ذهب في المؤتمر. نمرة واحد. نمرة اتنين، انه تنوع الاقتصاد المصري، كم المشروعات الموجودة وتنوعها ضخم جدا. تمام. نمرة تلاتة، انه ادى رسالة للعالم انه احنا دي اول مرحلة ولسه احنا مكملين بعد كده. انما عشان تبص على الكلام ده لازم تشوف اليات تنفيذه ايه. هذا المؤتمر عمل بداية رائعة، ولكن وضع عبء على كل المؤسسات، سواء كانت حكومة، قطاع خاص، مؤسسات إعلامية، ما إلى آخره. إزاي هتقدر تعمل اللي بيسموها الريفورم، التغيير الحقيقي، عشان أقدر أنفذ الإصلاح، عشان أقدر أنفذ هذا الكلام. حجم الأموال اللي بنتكلم عليها واللي أعلنها سيادة الرئيس إن إحنا محتاجينها عشان إصلاح مصر 300 مليار دولار. المشكله مش انك تجيب 300 مليار دولار، المشكله ازاي تدخلهم في الاقتصاد. فانت الياتك الحقيقيه، سواء كان في مجال البنوك، سواء كان في مجال المؤسسات الماليه، سواء كانت في الحكوميه، اعتقد انها الترجمه اللي هو كان الله في عون مصر، انها محتاجه شغل كبير جدا عشان تقدر تستوعب هذا. صحيح. دي نمره واحد. محتاجه تغيير في الفكر والتعامل. التشريعات الجديده اللي طلعت واللي اقرها سياده الرئيس قبل المؤتمر على طول كان ليها تاثير ايجابي، لكن ده الى اي مدى دي كمان تنعكس على تغيير الفكر؟ شوف حضرتك في الاداء التنفيذي دلوقتي، اي مسؤول دلوقتي يا دكتور سامح، اي مسؤول هيمضي ورقه من غير ما يخاف من السجن زي الاول؟ يعني ده انا معاك، ولكن لازم نعرف حاجه، التغيير والاصلاح هو سباق ماراثون مش 100 متر. انا بخاف احيانا ان احنا في بنبذل مجهود جامد وبعد كده نريح. انا عاوز حاجه امشي التنافس بس مع الطريقه اللي بيشتغل بيها السيسي دي. ما اعتقدش في حد في الدوله بيريح. لا بقول لحضرتك ده كويس، بس لازم نفتكر انه ماراثون، فبالتالي لابد ان احنا نبقى عندنا صبر
عندنا ان احنا عندنا هدف. هيحصل بعض طبعا في اي اصلاح في اي حاجه بيحصل بعض التوقف بعض التحرك بعض، انما لابد ان احنا نبقى مكملين. فانا بعتقد ترجمه للدكتور سامي بيقوله كان انا فاهم، لان علينا عمل شاق وجهد طويل جدا. هجيلك في تفاصيل برضو هذا اللي عمل الشاق، بس عايز اروح سعاد سفير الاول. سعاد سفير، احنا اتكلمنا هنا دكتور سامي كلمنا على الصحافه والاعلام وازاي انه اسم مصر ذكر هذه المرات العديده يعني بالالاف في نشرات الاخبار، شفنا حضور دولي كتير جدا من الصحف العالميه قالت ان المؤتمر تجاوز بعده الاقتصادي الى بعد سياسي. مصر في السياسه الخارجيه الان بعد هذا المؤتمر كيف تقيم المشهد؟ بدايه يجب ان نوجه الشكر لكل من بذل مجهودا لاخراج لتنظيم واخراج هذا المؤتمر بالصوره اللي ابهرت ليس فقط الشعب المصري العالم، وانما العالم اجمع. وما تمخض عنه المؤتمر من نتائج بيحمل المصريين كلهم مسؤوليات جسام، واعتقد انه اشك ان في فرصه زي دي هتتكرر تاني في المستقبل المرئي. ليه بس؟ بمعنى لا، ربنا يبعد. الدور علينا احنا بقى يعني نخلق احنا الفرص. هذا المؤتمر اللي هو الطلقة الأولى في مشروع الألف ميل، العالم كله وقف معانا. المؤتمرات الشبيهة لا أتذكر مؤتمر مماثل بفضل الله، حضروا 35 رئيس دولة والوفد الأمريكي كان برئاسة وزير الخارجية وكل الكلمات اللي ألقاها وزير الخارجية الأمريكية خلال الثلاث أيام اللي أمضاها في شرم الشيخ يعني كلها كلمات مساندة قوية طبعا لمصر في مجالين. وعندما نتحدث عن مؤتمر، دي من الرسائل اللي العالم بعث بها بس بطريقة ضمنية، في رسالة صريحة واضحة أمامنا بتتلخص في حجم، ممكن نقصها بالأرقام، حجم العقود وحجم التعهدات وحجم قروض والمنح. لكن في رسالة أخرى ضمنية حاجة نستشعرها من خلال الكلمات والصيغ الدبلوماسية، إنه عملية النمو الاقتصادي يلزمها عملية تنمية سياسية بكل ما تعنيه عملية التنمية السياسية. فأمامنا إحنا في مصر مسؤوليات جسام في الاقتصاد، في الاستثمار، وفي الاستمرار في عملية التحول الديمقراطي. تمام. ونبدأ يعني أنا لخصت كل الكلام اللي اتقال في الجانب السياسي بطريقة دبلوماسية. احنا المطلوب مننا كمصريين حكومة وشعبا وإعلاما إعلام أحزاب سياسية قوة سياسية، ان احنا نبدأ من اليوم في إرساء دعائم الحكم الرشيد. الحكم الرشيد عناصره معروفة: الديمقراطية، احترام حقوق الإنسان، سيادة القانون، محاربة الفساد، الشفافية، والمساءلة، والمحاسبة. لا يجب، بما يعني ان احنا لا يجب فقط ان نركز على الشق الاقتصادي. انت متوقع الكلام ده من عند عصام خليل مش معنى. لا انا بتكلم حضرتك الرسائل اللي القوى الدوليه لازم تتعامل معاها، اللي بعثت بها، بس رسائل ضمنيه. رسائل ضمنيه. انا شخصيا كنت متوقع ان المؤتمر هينجح، لكن ما كنتش يعني انا فوجئت بمنتهى الصراحة بالجلسة الافتتاحية وبالكلام، ليس فقط بكم رؤساء الدول اللي كانوا موجودين، لكن الانتشار الجغرافي، التوزيع الجغرافي اللي كانوا،
يعني طبعا منطقة الخليج يعني ممكن أقسمها حضرتك أنا دبلوماسيا منطقة الخليج، أوروبا، أفريقيا، آسيا، أفريقيا، العالم العربي، القوى الغربية، حضور قوي. ودوت أنا يعني دوت أرجع للدكتور جمال حمدان ومفهومه عن عبقرية المكان. مصر بمكانها، بموقعها، بتأثيرها في المنطقة، تأثيرها في المنطقة. مصر كنموذج كانت دائما عبر التاريخ معبر بين القارات الثلاثة، ودي النقطة دي الرئيس أشار إليها في خطبته في الجلسة الافتتاحية، كما كانت دائما ليس فقط يمكن وربما عشان هي كانت ملتقى حضارات وثقافات وثلاث قارات، كانت أيضا نموذجا. وهتجد حضرتك دايما مصر بتصعد دايما وقوتها في الساحة الدولية بتبقى قوية أما تقدم في إقليمها النموذج. صحيح. فالنهاردة إحنا أمام استحقاق في غاية الأهمية لكن في غاية الخطورة. الخطورة إن إحنا يجب أن كلنا إن بعد لحظات الفرح وهو مستحق وهو طبعا نفكر إيه اللي هيحصل، إن كل واحد فينا كل مواطن مصري حقيقي يسأل نفسه أنا ممكن أعمل إيه عشان اللي حصل في مؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنمية الاقتصاد المصري إزاي إحنا كلنا نشتغل نترجم على أساسه. أولنا الأحزاب عصام بيه، يعني أنا أدرك طبعا أنت كحزب الليبرالي إلى أي مدى أنت يعني ترى أبعاد اقتصادية مهمة في هذا الأمر، لكن من اللي قاله سامح بيه ومن اللي قاله سعد سفير على فكرة أنه في خطورة وفي التزام علينا وأن إحنا لازم نشتغل وأن إحنا لازم نعمل مفهوم الحكم الرشيد اللي عين العالم عليه، هنا على الصعيد الحزبي بتقيم إزاي أولا؟ لأن أنا طبعا أكيد أنت فرحان وعايز تعبر عن فرحك، لكن في نفس الوقت كمان على الصعيد العمل الحزبي دي مش مسؤولية الحكومة لوحدها، مسؤولية شعب، مسؤولية شارع، مسؤولية أحزاب، مسؤولية برلمان، لأن التحدي ضخم وعايز كل الناس تشيل. مزبوط مزبوط. شوف البداية طبعا احنا في الحزب أطلقنا ما هوش مؤتمر اقتصادي ولا تحول، هي ثورة يعني سميناها ثورة مارس الاقتصادية، دي مكملة لثورة 25-30 لأنه في فكر تاني وفي منظومة تانية ابتدت تكون موجودة. نعم. احنا شفنا مثلا البعد السياسي بتاعها انه كل العالم زي ما كان بيقول سيادة السفير اشترك معك، دي بتديك بعد سياسي تاني انه هو اصبح العالم شريك معايا لانه بيلو استثمارات عندي فيبقى مهتم جدا ان يبقى في امن عندي وفي استقرار عندي، فده طبعا هيدينا السبورت والتدعيم الدولي لانه بيبصلنا ان احنا اصبحنا شريك وهو راجل مستثمر معايا وموجود معايا بفلوسه بيهمه جدا ان مصر تنجح. الفكرة مش بس في انه حصل ثورة اقتصادية، احنا عندنا تخوفين الحقيقة لانه خلاص احنا لما بنفرح قوي 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 ولما بنزعل قوي ما عندناش احنا مش عايزين نعيش اجواء الفرح بس عايزين فرح مع عمل لننطلق بقى الى العمل ونشوف ايه المطلوب مننا كاحزاب وبدراستنا. احنا ايه رايك مطلوب منه في المطلوب؟ طبعا في جزئيتين مهمين جدا. الجزء الاولاني انه الثوره الاقتصاديه ثوره مارس الاقتصاديه تحتاج الى ثوره اداريه، انا محتاج ان انا ثوره اداريه بالتاكيد علشان البيروقراطيه الموجوده، لانه فخامه الرئيس لوحده والوزاره والحكومه بيشتغلوا جامد جدا، لكن تحته بقى لما هيروح نبتدي في الاليات وفي التنفيذ تنزل بقى. انت بتقول في قانون بيقول لك شباك واحد، انت رحت بقى على الشباك الواحد دي حاجتك خلصت ولا لا؟ بالظبط، لانه المشكله انه مثلا الاول كان بيمشي بياخد 70 اجراء فبيروح ل 70 جهه. عملنا الشباك الواحد، المفروض انه مش يجي للشباك الواحد 70 مره، يعني المفروض يبقى في اجراءات. طبعا الشيء المفرح واللي اسعدنا جميعا طبعا هو البرنامج متوافق قوي مع البرنامج الاقتصادي بتاعنا، انه لاول مره نشوف رؤيه لمصر 2030،
انه في مشروعات متفرقة ومترابطة مع بعض. يعني انا عايز استثمارات هعمل مصانع يبقى محتاج طاقة، فبنلاقيها اولا المشاريع مختلفة من حيث النوعية انها بتخدم على بعض، ومن حيث التوزيع الجغرافي مش مركز في منطقة واحدة. فده الجزء الاولاني، ان احنا محتاجين فعلا ان احنا نعمل ثورة تعتمد على اللامركزية، تعتمد على استخدام التكنولوجيا والعلم الحديث في التعامل مع الحكومة. النظام الإلكتروني لازم يكون في الحكومة، ولازم أغير فكر الناس اللي موجودة، لازم أبتدي إن أنا أهتم بنوعية الهيكل الوظيفي، لابد من إعادة تشكيله بالكامل. وده بيدي لما بعيد تشكيله بيدي إن أنا بضرب منظومة الفساد. يعني في آخر أيام الرئيس الأسبق مبارك كان نسبة معدل النمو 8% تقريبا أو 7%، وده يعتبر من أعلى معدلات النمو في حالتنا. ولكن ليه المواطن العادي ما كانش بيشعر بيها؟ لأن كان في شبكة من الفساد بتاكل هذا معدل النمو ده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إنه إلى جانب ده في جزء تاني إحنا بنهتم بيه، لأنه إحنا عندنا مراكز دراسات في الحزب دلوقتي، فابتدينا خايفين قوي قلقانين لأنه الاكسبكتيشن وتوقع الناس عالي جدا، والمواطن البسيط متوقع أنه بكرة أو بعده لا دي الفلوس دي هتخش في جيبه. فأدوار الأحزاب إنها تبتدي تنزل للناس، وإنها تبتدي عمل توعوي إزاي، لا يا جماعة إن ده موضوع قدام، وإن دي هتيجي بعد كده هتعود على الشعب فيما بعد، مش بكرة أو بعده هذه الأرقام هيتم ضخها. ومن ضمن الحاجات برضو من ضمن استطلاعاتنا اللي بتجيلنا ان في ناس زعنا بيقول ان دي كلها مشروعات ضخمة جدا، امال فين المشروعات المتوسطة وده مهم جدا. هما في لازم برضو نبقى توعية ان هذه المشروعات الضخمة بالتبعية لابد ان هو اوتوماتيكلي هيطلع لها مشروعات متوسطة وصناعات مغازية علشان تخدم عليها. فمهم قوي عندنا هي توعية برضو المواطنين في الجزئية دي. انا بلاحظ انه في هاجس ربما مشترك من ماذا سيحدث بعد هذه التوقعات وبعد هذا النجاح، انه شرايين الاقتصاد وشرايين الماكينة الادارية في مصر هتشتغل بكفاءة ولا مش هتشتغل بكفاءة. هنرجع لدي نعيشها بتفصيل اكتر بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية لما تبعد عنهم في لحظة حلوة مفهوم، يبقى عشان مستقبلك وطبعا مستقبلهم، بس لما تبعدوا وتعيشوا في آخر الدنيا عشان ايه؟ تعيشهم في جو نقي. طب وليه تتنازل؟ في The Gate هتعيش من غير تنازلات. النقاء اللي بتحلم بيه هتلاقيه وسط المدينة اللي بتحبها. أسلوب حياة فريد. مصر هتشوفه لأول مرة في قلب هليوبلس. The Gate. حياة بدون تنازل. ابتدى مشوار بريتش بتروليوم في مصر من 50 سنة، والنهاردة مع شركائنا بننتج 10% من إنتاج البترول و30% من إنتاج الغاز في مصر. والتقطنا في مصر عندنا خطط لاستثمار 12 مليار دولار قبل نهاية سنة 2020، زي مشروع غرب دلتا النيل اللي حيمثل تقريباً 25% من إنتاج مصر الحالي للغاز. في بي بي بنؤمن إن الطاقة أساسها الشراكة، وبشراكتنا مع مصر بنقدر نخلق فرص جديدة للأجيال الجاية ونساهم مع بعض في ضمان مستقبل الطاقة، عشان الطاقة هي ركن أساسي في التنمية. وإحنا في بي بي فخورين إننا نكون جزء من مستقبل مصر. بي بي، نستثمر في مستقبل مصر. إحنا بقالنا 150 سنة واقفين جنبك، وحنفضل دايماً مكملين معاك واسقين إنك هتزدهر. باركليز، 150 سنة في مصر. دلوقتي فيري بقت المرتين. ارجعي 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 ارجعي. اديني سبب واحد بس ليه بتستعملي ايه؟ هو مركز جدا. واذا قلت لك ان فيري الاتقل مرتين اقوى من المنظف اللي معاكي ده، يعني لازم اجرب. قدامي هناخد نقطه من فيري احطها عليه، هناخد نقطه من فيري
ايه ده فظيع. تعالي معايا بقى. الخبر ابيض. شفتي بقى ان كان عندي حق لما قلت لك بلاش المنتجيه. فيري دلوقتي اتقل بمرتين، والان عرض خاص، جنيه خصم على كل ازازه لفتره محدوده. يوم اليتيم اول يوم جمعه من شهر ابريل من كل سنه. يا ريت كل الهيئات والنقابات والنوادي والمصانع والشركات والجامعات والمدارس وكل جهه في مصر تحاول تعمل لهم احتفال باليوم ده عندها. كلنا هنحتفل معاهم بيوم اليتيم، كلنا هنبقى هناك مستنيينكم. جمعية الأرمان، بوابتك للخير. اتصل ب 19 455. فيرن لافلي مالتي فيتامين الجديد، تركيبة جديدة تساعد على إزالة البقع وتوحيد لون البشرة وتمنحك التفتيح الصافي. هاي، تيجي تقعدي معانا؟ واجه الغد. البرنامج الأعلى مشاهدة والأكثر إثارة للجدل على صفحات التواصل الاجتماعي والأكثر قربا لهموم الناس في الشارع المصري، يواصل معكم رحلته في كشف المسكوت عن داخل المجتمع. صبايا الخير، 3 مرات أسبوعيا، الاثنين، الثلاثاء والأربعاء. صبايا الخير مع ريهام سعيد على شاشة تلفزيون النهار. هذا البرنامج برعاية صفح يا حلو طب بالراحة يا عم. ادينا بنتفرج على الدنيا من بره، هموت وادخل الدنيا من جوه. بيقولوا الدنيا دي عاملة زي بلاص المش، تفتح النفس لكن كلها دود. يعني احنا عشان نعيش زي بني ادمين لازم نبوس الايدين. يخرب بيت ام الفقر والعوزه يا ابن البلد دي، بتدوس على غلابه وبتهرسهم هرس. عايزين اعمل ايه للراجل يعني؟ عملت له كل حاجه، الراجل مش شايفني غير حته خدامه. يعني ليه حياتنا صعبه قوي كده يا سلامه؟ احنا في زمن دلوقتي ما ينفعش فيه ضعيف. لما بعوز حاجه باخدها باي طريقه. اخلص يا بنت، انا هدفنك من الحياه. انا الطوفان نفسه واللي يجي تحت رجلي ادهس. انا عارفه امور النسوان كويس قوي. ده العره الرجاله. انت يالا وامشي بقى عشان عايز اريح جتك شوي. رحت اللي طلعك من الحار ده لك مصيبه سودا. إذن أموال كثيرة، نجاح كبير على صعيد الخارجي، على صعيد الاقتصادي، وعود، مشروعات، ماكينة التنفيذ بدأت من اليوم مع اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الاقتصادية وكل الذين لديهم مشروعات من الوزراء المعنيين. لكن هناك الكثير، وهذا الهاجس اللي لاحظته في هذه الجلسة، من أن احنا لا عايزين كمان جهد أكبر على أصعدة مختلفة. سيد سامح، يعني انت بتتكلم، يعني مثلا احنا قلنا، انا قلت لك القوانين، هل ممكن القوانين تبقى محفزه ان الجهاز الاداري يتغير، ولا احنا محتاجين حاجه تانية فوق ده؟ القوانين ما فيش شك انها بتلعب دور كبير جدا ورائع، ولكن تنفيذ القوانين مهم جدا. بمعنى انه لابد ان انا بقى عندي قدره على التنفيذ. التنفيذ معناه ان واحد يبقى الناس عندها شجاعه في اتخاذ القرارات، اتنين عندها شفافيه وعندها اجراءات واضحه. طبعا بعضها هتحتاج انك بتغير الثقافه الموجوده، لان خلي بال حضرتك انت بقالك فتره الثقافه الموجوده فيها خوف وفيها عدم رغبه في اتخاذ القرار وما الى اخره، فده هياخد هيبقى مهم، ولكن هياخد بعض الوقت في التنفيذ. القوه الحقيقيه هتكون في ايه؟
في ان احنا عارفين احنا عاوزين نروح فين. كل وزير وكل مسؤول في موقعه زي ما هو عنده خطة ازاي بينفذ خطة، ازاي بيهيئ مؤسسته انها تبقى تتجاوب مع التغيرات، مع التغيرات، ويحدد اولوياته. ايه نمرة واحد اللي حد يركز عليها؟ واحد اتنين تلاتة، ونضع برنامج زمني الجميع يراقبه. نفس حكاية في القطاع الخاص. وحد لحضرتك مثال، انا الصبح النهاردة كنت مع احد السادة المستثمرين اللي عندهم شركة مقاولات حجمها متوسط مش كبير. اول بعد المؤتمر عملي ابتدى يفكر ازاي يجيب شركة معاه تانية من بره كبيرة عشان يقدر يواكب هذا لكل هذا. نفس الحكاية بالنسبة للمؤسسات المالية ابتدى تفكر، طب انا مؤسسات المالية بقى لها اربعة، قال له يا بسوق المال مثلا بقى لها بتاع اربعة وخمس او اكتر ست سنين في حالة استهلكت واستنفذت. اول تفكير هيبقى لها دلوقتي ازاي ان انا اقدر اكون عندي قاعدة اشتغل عليها، اجيب الناس البلاء المالية بتاعتي عشان اقدر اتعامل مع هذه الارقام. كل المؤسسات في مصر اعتقد بعد هذا المؤتمر عليها ان ده تفكيرها، ايه اولوياتي. الحكومة بتساعدنا بانها بتحط اولويات، انا هركز على واحد اتنين تلاتة اربعة. انا عاوز اركز في القطاع الاداري مثلا دلوقتي على نمرة واحد الاولوية بتاعت ان انا يبقى فيه شفافية، قانون الخدمة البدنية والحاجات اللي طلعت دي كلها مساعدة، مساعدة جدا، بس حطت في تنفيذ اولويات تغيير الثقافة هنا. الكلمة اللي انت دايما بتكررها علينا دكتور سامي، والحقيقة علاء الكحكي بيقولها لنا هنا في النهار، ليل نهار الاعلام التنموي. هنا دور الاعلام التنموي في ان هو يعيد تشكيل الثقافة، يعني ما يخاطبش بس جمهور لينقد اداء مؤسسات عامة، ده بيخاطب كمان المؤسسات العامة وموظفيها لتغيير هذه الثقافة. ده صح. انا انهيت حواري في الجزء الاولاني استاذ خالد لما قلت كان الله في عون مصر، واعتقد كل الافاضل على الترابيزة أقروها وقالوها بلغات مختلفة. صحيح. هبدأ بالآتي، ما في شك أن الفرحة مشروعة، وكانت فرحة تلقائية لأن الناس لأنه بالحقيقة في الحقيقة في إنجاز حصل، غير أنه في إنجاز، يعني ما فيش كلام في فكرة أنه في إنجاز. شوف ما في شك هو إنجاز فتح الطريقة، لكن هو فتح طريق رحلة شقاء وتعب طويلة جدا. حط التحديات على النحو التالي. هبدأ بحضرتك واسمح لي هزر معاك وبأمثالك اللي هم ايه. النهاردة انت بقيت محتاج تطلع انت وكل زملائك تقول سقف التوقعات ده والطموحات ده لازم اتعامل معاه بواقعية. بمعنى ما اطلعش كل يقول هو حصل ايه. في فرق بين المتابعة والمراقبة وبين الزق والدفع للكعبلة. فالبلد مش ما تستحملش، مش لازم نوتر البلد، اي في فرق، ولازم يكون رقابتنا على الاداء رقابة ايجابية. في فرق بين خلق الوعي واليقظة وبين خلق حالة القلق التوتر، مع ان القلق التوتر صحي. عيد الجملة دي تاني معلش. تاني، في فرق بين خلق اليقظة والوعي وادراك المسؤولية وبين خلق التوتر والقلق اللي ممكن يخلي الناس تبقى مشدودة. ده اذا الاعلام مطلوب منه يحط التوقعات في حجمها الطبيعي ويوضح التحديات دون نفاق للرأي العام. صحيح. بمعنى مفيش حاجة اسمها مواطن يقول لك طب انا ما عنديش، لا، زمن انت شفت ان فيه التزامات اين ما عليك من واجبات انت كمان. يعني المواطن ده زي ما بيطلب العدالة الاجتماعية زي ما بيطلب، طب تعالى قول له يا مواطن زي ما انت عايز العدالة الاجتماعية، طب ما تبص في اسرتك، ما تبص في الانفجار السكاني اللي انت بتبص فيه. تعالى يا اعلام لازم تعمل الاتي بمنتهى الامانة، ان يبرز ان التغيير له مراحله. التغيير له مراحله، مش يضرب بعصاه الحجر، هينفع. مش هينفع. فمحتاج اخد بايد الناس امشي معاهم رحلة الشقاء والعطاء. تعالي بقى يا حكومة، نفسي من مصر يختفي مفهوم حكومات الدور الواحد. يعني تخش الدور، تخش وزارة من الوزارات تلاقي فيها دور نظيف جدا من اول حماماته ومكاتبه وموظفينه، لان فيها الوزير وفيها الصف كريمة الوزارة. انزل بقى الدور اللي تحت الوزير واطلع في الدور اللي فوق الوزير، تنزل تحت تلاقي خرابة، وتطلع فوق تلاقي سطح فيه عشش فراخ، واقصد بكلمة عشش فراخ تلاقي عقول ما ادركتش حجم التغيير اللي انت عايزه. واعتقد سواء الرئيس السيسي، يعني ثورة إدارية زي ما لسه هقول، سواء الرئيس السيسي واعترف بيها وده عجبني جدا في خطابه، وأيضا حتى الأجانب سبحان الله في البانلز الواضحة كانوا كلهم ماسكين في كلمة البيروقراطية. لأنه نحن نعترف مصر يا أستاذ خالد بلد عتيقة في البيروقراطية. وأنا الحقيقة
رغم اعجابي بقانون الاستثمار كان نفسي يتحط في اخره جمله دايما اقولها، عارف ايه يا استاذ خالد؟ ان هذا القانون يلغي كل ما سبقه من قرارات وقوانين وافتكاسات واقتراحات ومذكرات، لان الحقيقه الجمله دي لو كانت موجوده معناها ان انت هم ادخلوا تعديلات على عدد كبير من القوانين، ولكن برضو هتلاقي جواها عارف ايه احالات الى فانا اتمنى الخطوه اللي قالها الدكتور سامح بقى مهمه جدا، وهي ايه؟ فكره وضوح السياسات. حينما تكون السياسه واضحه تاكد لن تترك مساحه للتدخل الشخصي ولا للتفسير الشخصي، ولن تترك مساحه للفساد، ولن تترك مساحه للواسطه، لانه اصلا في ايدي سياسه واضحه ومعلنه هطبقها على الاستاذ خالد وعلى الدكتور سامح وعلى عصام بيه وعلى سفير حسين. هي انا خايف من هنا بقى ارجع بقى تاني دور الاعلام في التوعيه القانونيه، صدقني مطلوبه يا استاذ خالد، مطلوبه جدا، يجب ان يلعب الاعلام دور كبير تنموية. اخيرا ان يلعب دور الرقابه دور الرقابه على الحكومه، وفرق انك انت تراقب الحكومه رقابه بدون توتر، بدون ما تكسر في مقاديفها، ما حدش مطلوب يكسر في مقاديف الحكومه، لكن على الاقل اذا انجزت اقول نعم، واذا لم تنجز اشير، ومبقاش على فكره ولو طلع حد انتقد مبقاش عواجيز الفرح ومبقاش طيب معادي. سيد سفير، اراده الرئيس يعني معلش طبعا احنا ايه يعني بنتكلم عن شخص وفرد واحد صحيح، لكن هذا الفرد استطاع في فترة قليلة جدا ان هو يغير مزاج عام ويبني حلم قومي. فنرجع تاني لإرادة الرئيس، صحيح ان إرادة الرئيس لا يمكن ان تنفصل عن دورنا كلنا كمؤسسات، لكن إرادة الرئيس وراء ذلك لما هو تاني يوم المؤتمر مجمع كل الوزراء وحاطط خطط تنفيذية، لأي مدى في رأيك تستطيع هذه الإرادة ان تبدد كل هذه الصعوبات المحتملة في الطريق؟ في التاريخ المصري منذ حكم الفراعنة وحتى اللحظة اللي بنتكلم فيها، ازدهار الدولة المصرية كان دائما مشروطا بالآتي: قائد قوي ملتحم مع الجماهير، يعبر عن طموحات وتطلعات الشعب، ودولة قوية بجواره تقوم بتنفيذ هذه الرؤية وتضع في الاعتبار مصالح الشعب. تمام. كل ده تاريخيا. تاريخيا. المقاومات دي موجودة دلوقتي؟ موجودة. الحمد لله. موجودة. وأنا في إطار عنوان وموضوع حلقة النهاردة هتوقف عن كلمتين السيد الرئيس قالهم في كلمته في الجلسة الافتتاحية. كلمتين هما الدولة العصرية في مصر. أولا طبعا أنا من أشد المؤمنين والمطالبين بتأسيس الدولة العصرية في مصر، لأن إحنا لن نستطيع أن نضع مصر في المكان الذي يليق بشعبها وبتراثها في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين إلا إذا أسسنا فعلا وكلنا عملنا بجد وإخلاص وتفاني وإنكار ذات لتأسيس الدولة العصرية. تمام. لن نختلف كلنا ايه مقومات الدولة العصرية. هو ايه كلمتين اللي حضرتك بتقول هم الدولة العصرية؟ الدولة العصرية يعني الرئيس في كلمته طبعا اشار لهذه أشار الدولة العصرية، اشار كمان لنقطة تانية، الانتماء مصر للحضارة العربية الإسلامية. لكن انا في اطار ردي على سؤال حضرتك هركز على الكلمتين دول، إقامة دولة عصرية في مصر. الدولة العصرية هنا فيها الشق الاقتصادي وفيها الشق الكل زي ما السادة الأفاضل أشاروا. هذه الإرادة مطمئنة ممكن تكون تحل المشكلات طالما عندك رئيس يؤمن بهذه الإرادة بهذه الدولة العصرية، لديه إرادة التغيير، مشارك الشارع معاه ومشارك الشعب معاه وماشي محفز عام، يعني رئيس شغال محفز عام للمصريين يعني طول الوقت انتوا احنا لازم احنا انتوا كلنا مع بعض احنا مش لوحدي طول الوقت بيقول هو الوقت احنا في قائد
وعنده رؤية متقدمة، رؤية تقدمية، رؤية تقدمية، رؤية مستقبلية، بدليل أن المؤتمر كان اسمه مصر المستقبل. فإحنا عشان نحقق مقومات مصر المستقبل إحنا عندنا عنصر أساسي فيها القائد، ورؤية مستقبلية ورؤية عصرية. يجب أن يتلازم مع هذا تحديث الدولة المصرية، تحديث الدولة المصرية، الثورة الإدارية، كلنا ماشيين في اتجاه واحد. أنا معايا مشاركات من سادة مشاهدين، معايا أحمد من الغردقة، أهلا بيك يا أحمد، تفضل. مساء الخير، ازيك استاذ خالد؟ أهلا وسهلا يا أحمد، تفضل. أنا كنت يعني عايز أحييك وأحيي ضيوفك، وعايز أقول كلمتين واجعيني قوي بعد الشغل الجامد قوي اللي حصل امبارح، واول من رئيسنا العظيم ورئيس وزرائنا الجميل. انا ما شفتش كده خالص خالص في مصر. حاجه الرئيس ورئيس الوزراء كانوا بيتكلموا وبيشتغلوا من قلبهم، عشان كده وصل لقلبي ووصل لقلب حضرتك ووصل لقلب اي حد شافهم او سمعهم. بس في حاجة وجعالي قلبي جدا يا أستاذ خالد، وجعالي قلبي جدا. مثل بسيط جدا، يعني في الانطلاقات الجامدة دي، في الانطلاقات الجامدة دي محتاجة ان كل اللي تحت اللي من فوق يبقى بنفس السرعة وبنفس القلب وبنفس القوة. ليه؟ لانه مش معقول رئيسنا الجميل السيسي ورئيس الوزراء شغال جامد جدا وفي حاجات تحتيه صعب قوي قوي قوي. مثل بسيط يعني. لازم يعني لازم اللي تحت يشتغل. شكرا لازم. يا احمد، انت يعني منسجم مع ما طرح الان من ثوره اداريه وثوره تحديث الى اخره. معايا احمد من القاهره، اهلا بك يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. انا طبعا مرحب بالجميع، وانا كنت سعيد جدا بالنتائج الشديده جدا للمؤتمر، الحمد لله، سواء الاقتصادي او السياسي. ولكن الاعلام يظهر ان احنا هنرجع لعادتنا الاولانيه، نقعد بها نفصص، ولو كان حصل ولو كان جه ولو كان سوى. احنا عايزين نخلي الرساله الاعلاميه مهتمه اساسا بتحفيز الناس للعمل، بالانضباط، الشباب للدراسه، الناس السلوك العام في الشوارع. يبقى دي الرساله اللي جميع القنوات تشتغل عليها. صح. عشان نقدر نضرب نموذج، نجيب عائد. انما نقعد بقى ده لو القانون عمل، ده لو القانون سوى، اصل ناقصهم مش عارف مين، مين سلم على مين، الكلام اللي ملوش معنى ده. صحيح. متشكر جدا. شكرا استاذ احمد. هنا رؤيه من مشاهدين ومواطنين هم كمان قلقانين، مشوا في التراك اللي قاله دكتور سامي، ان هم احنا عايزين اعلام يراقب بس على صعيد التوعوي والتحفيزي، مش على صعيد توتير البلد وافساد المناخ. مدعما اللي قاله سعاده سفير، انا عايز يمكن التوهج العاطفي في الجلسه الختاميه خد زخم اعلامي. انا بس عايز اقول لك حاجه بامانه، الخطبه الافتتاحيه لهذا المؤتمر اتمنى منك يا استاذ خالد ان يتم تقطيعها واعتبار كل فقره فيها من وجهه نظري موضوع لحلقه. على سبيل المثال انا ازعم، عايزين نقول الكلام ده بقى لعمرو الكحكي، انا هزعم، هقول لك نصيحه الدكتور سامي. انا الاسبوع الماضي عملت تحليل مضمون لخطب السيد الرئيس من فبراير 2014، من جون 2014 لفبراير 2015. فين دي الدراسه دي؟ عايزين منشوره هبعتها لك، نشر في الاخبار. فين نشر فكره الاخبار؟ يوم الاحد الماضي. معلش انا عارف ان دايما انا عارف وعايز استقطب طبعا مش هتشوفها عشان بتتكلم. عايز اقول لك الخطبه دي بمنتهى الامانه من اقوى الخطب، لانها حددت رؤيه مصر الاقتصاديه والسياسيه بالفاظ لا تقبل الشك ولا التفسير الرمادي. طب انا هجيلك في التحليل دي، بس هاخد التليفون ده بس معلش. كمان معايا رجل الاعمال محمود سليمان، عضو اتحاد الصناعات، اهلا بيك يا فندم. الو التليفون لسه معانا يا شباب. الو. طيب واضح انه الخط فصل. انا هجيلك للحته دي وهاجي عندك يا عصام بيه فيما يتعلق بايه. لاحظ ان الناس بتقول ايه، لا مش عايزين بقى تعيدوا تكرروا الكلام ده وتقولوا مش عارف ايه، ولو كانوا عملوا ولو كانوا سلموا كفايه، عايزين نشتغل. هنا في تحدي كبير جدا على الاحزاب وعلى طريقه المعارضه مثلا في مصر،
وايضا على طريقه عمل البرلمان المقبل ان شاء الله. هل هيكون برلمان مساعد ومحفز ومساند لمسيره التنميه الاقتصاديه ولا هيكون معوق لا قدر الله؟ بس بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية في أكتر من 3.5 مليون مصري الجوع بالنسبة لهم إجبار. أنا جات لي فكرة عبقرية، هنعمل أكبر جمعية في الجمهورية. أنا عامل جمعية، مين هيدخل معايا؟ جمعية يدخلها ملايين المصريين. نسيش تبعت الميزة. جمعية ندخلها مع بنك الطعام المصري، وآخرها في 2020 نكون أكلنا ملايين. ب180 جنيه في الشهر نقدر نأكل أسرة. في أكتر من 100,000 دخلوا الجمعية مع بنك الطعام المصري، ادخل معنا علشان نكمل المليون. لو كلنا دخلنا الجمعية هنوفر الطعام لكل الجمهورية. اشترك في برنامج الإطعام الشهري وادخل معانا الجمعية. بنك الطعام المصري، معا للقضاء على الجوع. احنا بقالنا 150 سنة واقفين جنبك، وحنفضل دايما مكملين معاك واثقين انك هتزدهر. باركليز، 150 سنة في مصر. ست الكل مكانها في قلب ولادها كبير. دلوقتي بقى ليها مكان هدفه صحتها. مستشفى بهية أكبر مستشفى خيري للكشف المبكر وعلاج سرطان السيدات بالمجان. سرطان الثدي خطر بيهدد ستات كتير، بس دلوقتي بقى في مكان متخصص علشانك. تعالي مستشفى بهية، هتكشفي وتتعالجي بالمجان. حلمنا إن مفيش طفل يفقد أمه، وإننا ننقذ أمهات مصر من سرطان الثدي. المستشفى جاهزة النهاردة لاستقبال كل ستات مصر. للتبرع اتصل على 19450 وحافظ على حضن أسرة. كده على الفتله، ما تسيب الفتله فيها شويه تتجل وتطبلي يا ابويا غيه. شايل عروسه لاجلي ما نحبس ونفكر عملوها ازاي، وبيت الشاي عملوها ازاي، ولدي يا ولدي عملوها ازاي. مصر كلها بتشرب شاي العروسة. شعري أهم مظاهر جمالي، ولازم دايماً أقدم له التغذية الأفضل. جديد شامبو الفيف الزيت المغذي من لوريال باريس، مزيج من 6 زيوت غنية، تغذية مثالية وتحول كامل للشعر الجاف. شعري بقى صحي لامع وناعم. جديد مجموعة الفيف الزيت المغذي من لوريال باريس، لأننا نستحق. الواحد عشان يعمل مشوار بعيد شوية بياخد على الأقل ساعتين في الطريق، وبترجع تعبان وهلكان، ما بالك بقى اللي بيسافر من الصعيد للقاهرة كل أسبوع. الناس دول أهلنا في الصعيد، مرضى بالسرطان، يعني إشعاع، يعني كيماوي، وساعات الاثنين مع بعض. أقرب علاج لأهلنا في الصعيد 5 ساعات رايح و5 ساعات جاي، يعني ألم في المرض وألم في العلاج. النهاردة بفضل الله تعالى بدأنا في أول وأكبر مستشفى في الصعيد لعلاج السرطان بالمجان، مستشفى شفا الأورمان في الأقصر على مساحة 15,000 متر مربع. تستوعب من 5,000 ل7,000 مريض سنويا لخدمة كل أهلينا في الصعيد. أسوان، الأقصر، إنا، سوهاج، البحر الأحمر، الوادي الجديد. المشروع الحمد لله ابتدى بالفعل ورمينا الأساسات. شارك معانا لعلاج أهلنا في الصعيد من السرطان. مساعدتك ممكن تشفي مريض أو تخفف ألمه. مستنيينك تساعدهم. مستنيينك تساعدهم. اتصل ب 19-4-55 يصلك مندوبنا لحد باب البيت. فيرن لافلي مالتي فيتامين الجديد، تركيبة جديدة تساعد على إزالة البقع وتوحيد لون البشرة وتمنحك التفتيح الصافي. هاي، تيجي تقعدي معانا؟ واجهي الغد. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. أول ما أفكر فيك هتحس باللمسة.
حلوه اللمسه دي ايد. كني اعمل معاك البفتيكه. لا يا كبير الا البفتيكه. جاد هقول لك حاجه بالسريع السنتوكي كادو كلوت كادو كلوتك. اما لو شفت التعبين بقى في تنزانيا كنت افردهم وانشر عليهم اللبسه بتاعتي. العمود هي مسؤوليه دي زي الفرمطه مرمطه والزيطه في الحيطه. افيه تاني هتقوله بالجزمه وهرميك بره الدوار. هذا المسلسل برعاية بحضراتكم مرة تانية. ويمكن سمعنا في مداخلات سادة المشاهدين انه في رغبة حقيقية في اصلاح طبعا اداري، لكن كمان في رغبة انه الاعلام والناس ما تقعدش تقف تقول اصل في هنا ثغرة اصل في هنا ساعد وما تعطلش. ده زي استاذ عصام هيحط عبء عليكم كاحزاب وعبء على البرلمان اللي جاي. طيب احنا عايزين دايما النقد البناء او المعارضة البناء. صحيح. يعني شايف حاجة بعترض عليها يبقى لازم اقول الحل بتاعها ايه او ايه اليات التنفيذ، مش الحل واليات التنفيذ. تمام. لانه المعارضه من اجل المعارضه دي مش مطلوبه في المرحله الموجوده. على سبيل المثال احنا لما قلنا ان في ثوره اقتصاديه محتاجه الى ثوره اداريه بدانا بالفعل على طول، بنبتدي عندنا في البنوك ده كمان للشباب ابتدوا يحطوا تصور ازاي يتم تعديل القوانين بحيث تتم الثوره الاداريه من اللامركزيه، الفصل بين السلطه التنفيذيه والسلطه الرقابيه. وده بيعطي برضو اهميه للبرلمان، يعني لابد ان البرلمان يتم انعقاده بسرعه علشان الرئيس لابد ان يكون في حد بيشيل معاه في القرارات في الرقابه على التنفيذ. وده بيلقي برضو مش على الاحزاب فقط في انتقاء الشخصيات المطلوبه في البرلمان القادم. الامور دلوقتي بقت متضحه، نوعيه النائب البرلماني المطلوب ان يكون موجود جوه في. طيب. في البرلمان. انا معايا من لندن رجل الاعمال الكبير ناصف ساويرس اللي كان ليه مساهمه مهمه جدا في هذا المؤتمر. اهلا بك يا استاذ ناصف. اهلا يا خالد. طبعا شفناك في المؤتمر. الله يبارك فيك. مبروك لمصر قبل كل شيء. الله يبارك فيك ومبروك وشكرا على هذه المساهمه. لو تقول لنا مساهمتك ودورك في المؤتمر وتقييمك ليه، خاصه وانت شايف الامور كلها كمان من بره اكتر في دوائر المال والاعمال. لا يعني مش هتكلم على دورنا، خلاص احنا اعلنا عن المشاريع الفتره الجايه، عايزين نحول الاعلانات دي لأرض الواقع. هو ده التركيز من النهاردة. في فرق عمل في الشركة بتستعد لتحويل كل الاتفاقات دي لفرص عمل، ونبتدي نحفر في المشاريع دي عشان يبقى ده المعيار الأساسي الثاني لنجاح المؤتمر. المؤتمر نجح نجاح منقطع النظير. دلوقتي تحويل المشاريع دي على أرض الواقع هو ده دلوقتي التركيز في الفترة الجاية. تمام. بقول لك انا يعني بقالي 24 ساعه هنا في لندن. تاثير المؤتمر فوق المتوقع. الحمد لله الحمد لله. في كل بكره يوم مهم جدا برضو بالنسبه، هيدي معيار تاني لحجم نجاح المؤتمر. اعتقد بكره العروض بتاعه السندات المصريه هتوصل. والنهارده كان عندي ثلاث بنوك بيتصلوا بياكدوا ان هم مستعدين يعملوا السندات دي تحت اي ظرف وبدون مصاريف. بدون مصاريف. لا يعني التكالب حصل التكالب على ان هم يقبوا ياخدوا يلعبوا اي دور في تسويق السندات ده. لان الناس عندها دلوقتي ثقه ان طرح السندات ده هيبقى في منتهى النجاح. تمام تمام. ويعني احنا النهارده بنتوقع بعد هذه الطفره في المعنويات وفي السبيريت اللي في الاقتصاد المصري،
انت دلوقتي بتقول ان في بنوك كتير ممكن تيجي كمان تمول مشروعات تانية حتى غير المشروعات اللي موجوده في المؤتمر يا استاذ ناصف؟ في فرصه لن تتكرر ان معدل الفايده النهارده على الدولار صفر، على اليورو بيقترب من السالب. فالناس دي برضو بحجم الودايع اللي موجوده في اوروبا وامريكا بتدور على مجال للاستثمار. فاحنا ان احنا نحول المشاريع دي لفرص والسندات لتمويل المشاريع دي لازم نجري ونستفيد من الفرصه دي، لان دي فرصه ممكن خلال 4-5 سنين يبقى شكل البلد شكل تاني خالص. هل عندك اي ملاحظات على طريقتنا في تنفيذ ده؟ عايز توصي بحاجه على الصعيد الاداري القانوني؟ النهارده انا معايا بانل مهم هنا، سامح الترجمان، سامي عبد العزيز، سعد سفير، حسين هريدي، عصام خليل، المصريين الاحرار، كلهم بيتكلموا حوالين ثوره في الجهاز الاداري. الى اي مدى انت حاسس ان الثوره دي المؤتمر لوحده ممكن يحققها، ولا محتاجين حاجه تانية يا ناصر؟ لا طبعا المؤتمر هيخلي اللي ما يجريش في اي جهاز اداري لازم يتحط على جنب كده ونقول له شكرا، نشوف له وظيفه تانية، نشوف له تاهيل وظيفي لكارير تاني. انما مفيش وقت دلوقتي ان احنا نشتغل بالاسلوب النمطي. الاسلوب النمطي فشل. والمؤتمر ده ما اتبناش على اساس اسلوب نمطي. صحيح. كل المشاريع اللي اتخلقت دي اتخلقت لان احنا فكرنا زي ما بيقولوا خارج الصندوق. واتكلمنا في الفتره الجايه، المدير اشرف سلمان كان بيتعامل مع كل مشروع كانه في حضانه لسه طفل رضيع لازم يتولد وبيرعاه. دلوقتي النهارده شفنا سياده الرئيس في لجنه متابعه مع المجموعه الاقتصاديه بياكد نفس التصريحات دي. فننسى الجهاز الاداري القديم ده بالكامل كده ونعمل مجاميع اصغر واصغر حجما واصغر سنا تقدر تجري. لان الجهاز الاداري القديم ده ممكن يفشل احسن مشروع. ربنا يسلم. لا ان شاء الله ما نفشلش. انت هتخلص في قد ايه بقى المشروع بتاع الكهرباء ده؟ يعني احنا من يوم اما نبتدي، واحنا نامل ان يبقى في تحرك سريع في البدايه، تقريبا هنعوز حوالي 36 شهر، لان المشروع بيشمل يعني شبه ميناء رصيف لاستقبال الفعل. ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا ناصف ساويرس، رجل الاعمال المصري البارز، يتحدث من لندن بعد مشاركته في المؤتمر. والحقيقه يمكن من دون ناس كتير ناصف ساويرس معنوياته هنا مهمه، لان هو في عالم مال واعمال سريع جدا في اوروبا بعلاقاته كلها ودوائر، وعلاقاته مع البنوك الدوليه مهمه. بالتالي لما يقول ان في حماسه من البنوك وفي حماسه عالميه للاقتصاد المصري، الكلام ده مش هزار ومش مجاملات. فبالخير يا رب ان شاء الله. هنروح فاصل اخير اعلاني وهنرجع نكمل الحوار مع بعض. سلام. هذا البرنامج برعاية لما تبعد عنهم في لحظة حلوة مفهوم، يبقى عشان مستقبلك وطبعا مستقبلهم. بس لما تبعدوا وتعيشوا في آخر الدنيا عشان ايه؟ تعيشهم في جو نقي. طب وليه تتنازل؟ في ذا جيت هتعيش من غير تنازلات. النقاء اللي بتحلم بيه هتلاقيه وسط المدينه اللي بتحبها. اسلوب حياه فريد، مصر هتشوفه لاول مره في قلب هليوبلس. ذا جيت، حياه بدون تنازل. وحشتني القعده الحلوه دي. نقعد ونجمع حبايبنا ونجيب صحابنا وقرايبنا، وحكايه في الثانيه تاخدنا طول ما في بيننا. نحكي ونقول أحلى عروسة لما على طول.
بتشرب شاي العرس. ابتدى مشوار بريتش بتروليوم في مصر من 50 سنة، والنهاردة مع شركائنا بننتج 10% من إنتاج البترول و30% من إنتاج الغاز في مصر. والتقطنا في مصر عندنا خطط لاستثمار 12 مليار دولار قبل نهاية سنة 2020، زي مشروع غرب دلتا النيل اللي حيمثل تقريباً 25% من إنتاج مصر الحالي للغاز. في بي بي بنؤمن إن الطاقة أساسها الشراكة، وبشراكتنا مع مصر بنقدر نخلق فرص جديدة للأجيال الجاية ونساهم مع بعض في ضمان مستقبل الطاقة، عشان الطاقة هي ركن أساسي في التنمية، وإحنا في بي بي فخورين إننا نكون جزء من مستقبل مصر. بي بي، نستثمر في مستقبل مصر. إحنا بقالنا 150 سنة واقفين جنبك، وحنفضل دايماً مكملين معاك واسقين إنك هتزدهر. باركليز، 150 سنة في مصر. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر، متابعة لكل ما يحدث في الوسط الفني لحظة بلحظة. مبروك التطوير اللي حاصل في وشوشة. تقارير حصرية. اسمه وش تاني؟ احنا هيكون لينا وقفة الفترة اللي جاية ان شاء الله بخصوصة. اكيد، وانا هعمل حاجة غير كوميدي، مالهاش دعوة. ولسه احنا الافكار تشيل ان احنا التلاتة نشتغل مع بعض. اللي جاية هيبقى احلى باذن الله. في مشروع برنامج على شاشة النهار. يعني ما فيش نجاح بدون حرب. وتجاهلوني تجاهل مزري. انا ما اتخطبتش، انت عارف الكلام ده كويس. قال لي ما تسيبي نفسك بقى. معلش سوري. وشوشة .org. صباح الخير يا عم جدال. صباح الخير يا مارد. معايا عرض ضيقت كلمة ابن عمك. قطعه سرته. طب في رسائل؟ ببعت له ما بيردش. طب بص يا سيدي، خش جوه قولي معاكش نت. عايز نت يا عم جدال؟ لا. لكل عملاء فودافون الكارت اطلب نجمة 365 شباك ببلاش، والمارد الأحمر هيطلع لك بخمس عروض كل يوم. شبيك لوبيك، القوة بين إيديك. دلوقتي فيري بقت المرتين. ارجعي. اديني سبب واحد بس ليه تستعملي. ايه هو مركز جدا. واذا قلت لك ان فاري الاتقل مرتين اقوى من المنظف اللي معاكي ده، يعني لازم اجرب. قدامي هناخد نقطه من فاري احطها عليه، هناخد نقطه من فاري و... ايه ده فظيع. تعالي معايا بقى. الخوار ابيض. شفتي بقى ان كان عندي حق لما قلت لك بلاش المنتجيه. فاري دلوقتي اتقل بمرتين، والان عرض خاص، جنيه خصم على كل ازازه لفتره محدوده. ممكن تعيش في صمت طول عمرك؟ ممكن تتخيل انك ولا بتسمع ولا بتتكلم؟ سيف، مالك، محمد، سميحة، فاطمة، ياسين، ملك، سما، دنيا، شذر، محمود، أمان، فارس، مهند، محمد، بسملة، حبيبة، ريتاج، يمنى، فاطمة، محمد، إبراهيم، محمد، منة الله، محمد، ويوسف. محتاجين مساعدتكم بأسرع وقت، محتاجين عمليات زرع قوقعة عشان يقدروا يسمعوا ويتكلموا. لو عدوا سن 5 سنين مش هيسمعوا ويتكلموا طول عمرهم. انتوا ممكن تحولوا الأطفال دي من ناس ميتة طول عمرها لناس عايشة بتنفع المجتمع وبتنفع أهلها. نفسهم يقولوا ماما، يقولوا بابا، يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. من فضلكم بأسرع وقت ساعدوا الأطفال دي وتخرجوهم من العذاب اللي هم فيه. مصر جميلة، مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة.
معنويات جميلة وردود فعل عالمية طيبة جدا، رجال أعمال كبار متفائلين ومتحمسين، والكلام حوالين الثورة الإدارية قائم، بس يبدو لي أنه نصف صغير يعني حاسس أنه مش مضطرين لكده. يعني بقولك لو كده لو حصل يعني، بس الإرادة السياسية والعمل اللي في الحكومة ده مخلي الدنيا يعني فيها إيقاع سريع. أنا كنت واقف مع حضرتك في حاجة فيما يتعلق بدور البرلمان، إذا كان سيكون دور معوق ولا دور مساند للتنمية، لأن إحنا بنتكلم على حاجات، هل هندخل فيه أن البرلمان ممكن يبقى في مشروعات بالخمس سنين والسبع سنين هتخضع لأي نوع من أنواع المزايدات في هذا الأمر، ولا البرلمان لازم يلتحم مع هذه الرؤية الاقتصادية؟ هي هتبقى حسب طبيعة البرلمان. يعني لو جه في البرلمان ده والناس تقعصت وما نزلتش وانتخبت صح، لو جه جزء من التيار الاسلامي السياسي وخد التلت المعطل بالتاكيد هيعوق كل اللي احنا بنعمله. لكن لو كان في الاختيار الصح والناس اختارت مظبوط، انا في تصوري ان كل التيار المدني لا يمكن هيقف او يكون معوق، بل هيكون، انا ما اظنش ان في اي حزب مدني سواء كان مصريين احرار او غير مدني هيكون توجهه الا دعم للدوله ودعم للرئيس. هل حاسس بكده سعاد سفير انه ده هيكون؟ نتمنى انه فعلا البرلمان القادم يكون داعم لرؤية السيد الرئيس في اقامة الدولة العصرية. بس ليا يعني زي ما الدكتور سامي اشار انه الدولة اعلنت على لسان السيد الرئيس ان هي بتؤسس لاقتصاد السوق الحر المسؤول اجتماعيا. هي دي النقطه اللي احب اسيرها بقى حضرتك. يعني هو قال ده في الفاصل، خد بالك. ما قلت صح، انت قاله في الفاصل. ان دي من الكلمات المهمه للسيد الرئيس وتحديد المسار الاقتصادي لمصر، ان دوله عصريه واقتصاد سوق حر. اقتصاد سوق، ف سؤالش سوق، هو لا الاقتصاد الحر اللي مسؤول اجتماعيا، فري ماركت ايكونومي يعني. لكن هو المهم هنا بقى حكي يبقى في البعد الاخر اللي هو الفجوة بين الأغنياء والطبقات. ما بتعتقدش ما تتسع؟ لا تتسع. حلو قوي، أنا بحب يعني الكلمة دي. دايما بحس بإيه من وجهة نظري، أنا بحس إنه المزيد من المشروعات والمزيد من توفير فرص العمل هو أكبر ضامن لجبر هذه الفجوة. وصلحوني أستاذ خالد، هي المسألة كلها كيف يتم إعادة أو كيف يتم توزيع السياسات اللي نظام معين بيتبعها للتوزيع العادل للناشنال ويلث، للثروة القومية، بغض النظر حضرتك مين عمل الثروة القومية، هل القطاع العامل اللي عمل الثروة القومية، القطاع الخاص، الاثنين مع بعض، دي ده 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 ديتيل. لكن هل لازم هل السياسات، هل عندك فقدان ثقة في انه ده هو المسار؟ لا حضرتك، انا واثق ومتفائل وكله، بس انا عندما نتحدث عن السوق الحر الفري ماركت ايكونومي، نظريا يعني عموما مصر عمرها ما طبقت الفري ماركت ايكونومي زي ما بيطبق في الدول الرأسمالية. ليه؟ لأن أولا حضرتك عندك غياب سيادة القانون، ثانيا حضرتك ما عندكش قانون لمكافحة، ما عندناش أنتي تراست لوز زي الولايات المتحدة الأمريكية. فبتبص تلاقي حضرتك عندنا إحنا مجموعات، مش عايز أقول يعني مجموعات مسيطرة على سلعة معينة، محدش جديد يقدر يخش الرئيس على هذا. بس ده في الماضي، ده السياسة الاحتكارية. اللي أنا عايز نتكلم في صفحة جديدة تماما. تمام. فأنا بس العدالة الاجتماعية، يعني البرلمان القادم، عشان بس اللي قاله الدكتور عصام، البرلمان القادم أرجو يسير في اتجاه النتائج الإيجابية اللي تمخض عنها هذا المؤتمر. والنقطة الثانية ان الدولة مع البرلمان، السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، يضمنوا العدالة الاجتماعية. عندك ملاحظة؟ في حاجتين، ثلاث حاجات سريعة. واحد، انه وهعيد تاني اللي احنا الروح الايجابية الكبيرة جدا لابد من استغلالها في المرحلة القادمة وتبقى القوة الدفع. انا معتقد ان في ثلاث حاجات ان شاء الله نتمنى نراها. اول حاجة ان يبقى دايما في اخبار إيجابية عمالة تطلع من الماركت ونتائج
سريعة للحاجات اللي هي سهل تحقيقها على أرض الواقع، فده بيدي نوع من الاستمرار في العمل. الحاجة التانية انه هيحصل، وانا معتقد انه زي اي حاجة في العالم لازم هيمشي خطين متوازيين مع بعض، اللي قاله ناصف واللي بيقوله المشاهدين ان احنا عاوزين نحس سريعا و فلابد هيبقى عندك ما يسمى ببعض الأنشطة اللي بتوكل لمجموعات سريعة تقدر تنفذ على طول، فرق عمل سريع، فده هيبقى ماشي جنبه إصلاح إداري، وإصلاح إداري قد ياخد بعض الوقت إنما مش هيأثر عليك قوي. فكرة العدالة الاجتماعية أنا في رأيي هي الضمانة الوحيدة لاستمرار التنمية الاقتصادية. لو تلاحظ أن كل دول العالم دلوقتي، كل حدث صراع ما بين أوباما والكونجرس على أوباما كير، كل توزيع، انا بعتقد ان ده موضوع في غايه الاهميه. في ثلاث حاجات مهمين فيه. اول حاجه اهتم بالتعليم والصحه، وحليت جزء كبير جدا من عمليه العداله الاجتماعيه، لان التعليم بتدي فرصه للناس انها تنتقل من مستوى الى مستوى بحريه، وتخلق القوانين اللي تساعدك ان ما يبقاش محسوب على لازم تبقى من فئه معينه عشان تطلع. لا، تعليم وقوانين تسمح بحريه الحركه ما بين المستويات المختلفه، ده بيساعد. الصحه مهمه جدا، لازم نركز على التعليم والصحه. الحاجه الثانيه انه فكره توزيع الثروه بين افراد المجتمع مهمه جدا، ولكن علينا ان احنا نضع لها القوانين والقواعد اللي تسمح بانك تحقق هذا من غير ما تعمل بيسموه خلل في المنظومه الاقتصاديه. بمعنى انه اذا انت عاوز توجه في لطبقه معينه انها اكثر تضررا بنتيجه التوسع الاقتصادي او نتيجه ده، حط لها السياسات اللي تساعدها على هذا، بس ما تاثرش في نفس الوقت على المنظومه الاقتصاديه. ولا وان ما تبقاش العداله انك تدي اللي ما بيشتغلش. وحدي لحضرتك مثال، مهم جدا. احنا في وقت من الاوقات في مصر قررنا ان احنا نضع سيلينج على الايجارات في مصر، ادى الى انك انت سقف الايجار انهارت الثروه العقاريه بتاعتك. بعد ما كانت الناس مهتميه انها تبني عشان تاجر والناس وما الى اخره، بقت الناس بتبني عشان تملك، فحطيت ضغط عليه وحطيت مشاكل. فاللي انا عاوز اوصله لحضرتك ان العدالة الاجتماعية مهمة جدا، العالم كله بيفكر فيها من غيرها، ولكن لابد انك تبقى وانت بتحطها عارف بالظبط انت بتعملها ليه وبتحطها ليه. عندك ملحوظة انت كنت عادي برضه؟ انا عندي ملحوظة بفكرة العدالة الاجتماعية، لان احنا بنتبنى الفري سوشيال ايكونومي، السوق الحر الاجتماعي، اللي هو تقريبا نفس النظام الالماني. اللي هو ان انا مش عايزين العدالة الاجتماعية مفهومها ان انا اساعد الفقير. احنا لنا توجه ان احنا عايزين نقضي على الفقر. انا لما بدي مش بمنطق الاعانه، بمنطق توفير فرص العمل، وعشان كده انا قلت لازم المصانع دي كلها اللي هتشغل الناس دي بتحقق العداله الاجتماعيه. الدعم لازم يكون لمستحقيه، يعني الدعم يروح مش الدعم العيني، لان الدعم العيني في ناس كتيره غير مستحقه الدعم بيروح لها، والمستحقين الدعم ما بيروح لهمش، فلازم الدعم يبقى في صوره دعم نقدي. تمام. دكتور سامي، تعليق ختامي بقى، بدأنا بك ونختم بك. شوف يا سيدي، هاخد جملة قالها دكتور سامح في علم إدارة التغيير من ضمن مراحله حاجة اسمها تشجيع الانتصارات التي تتحقق. بمعنى كل إنجاز حتى وإن كان صغيرا، كل ما بتبروزه وتتفعيل قدام بتحافظ على إيقاع الإيجابية. أدي واحد. اتنين، كل ما النغمة الإيجابية زادت في لغة الإعلام، الإيجابية عدوى أسخلت. كل ما النغمة الإيجابية عادت، بمعنى كل ما تبرز ما يسميه الساني سايد، الجزء المشرق في الحياة، بتلاقي الناس بدليل. أنا عايز أقولك حاجة، في ناس ما كانتش بتفهم في الاقتصاد ولا لسه فاهمة في الاقتصاد ولا ليه علاقة بالاستثمار، الفرحة بتاعة المؤتمر انعكست عليهم، حتى بدأوا يتكلموا عن المؤتمر وقضايا الاقتصادية رغم أنهم ليسوا باقتصاديين ولا بمعنيين بالأمر. فأنا الحقيقة برمي الكورة في ملعبكم باعتباري منتمي لهذه الأسرة غصب عني كرجل بعمل في هذا المجال الإعلامي. بقول الإعلام مطلوب له أن يقود عملية التغيير، أن يدعم التغيير الإيجابي، أن يحافظ على ما تحقق من روح معنوية
عالية للشعب. أربعة أن ينشر يا سيد خالد أرجوك قيمة الإنتاجية. صدقني هذه البلد إن لم تنتج لن تستقل لها إرادة. وبقولها مرة أخيرة أرجوك خدوا خطبة السيد الرئيس لافتتاحية لافتتاحية، لأني بتصور إن كل سطر فيها بأمانة بيمثل أو لا بصراحة إعداد لعشرات الحلقات من البرامج اللي كل مصطلح فيها محتاج يتعمل عليه حلقة، ومحتاج يتعمل حواليه ديبيت، ومحتاج يتعمل حوار ويناقش من كل جوانبه. يعني عايز بس أرجع لجملة قالها سعد سفير الرئيس، حتى علق قال حعيد الجملة دي جملتين، أنا الذاكرة مش هتجيبها كاملة، هقولك ما معناها. لما قال مصر بذلك تقدم نموذجا عربيا إسلاميا لثقافة التسامح ونبذ العنف و هذه العبارة ودفحة الإرهاب. ها ثم جاء بقى جملة النضج بتاعت الأمير ميجرن لما في وسط العالم ده كله قال وعلى العالم الغربي يتوقف عن ازدواجية المعايير. أهو دي في حد ذاتها دي قضايا طرحت عليكم في الإعلام. أرجوكم اعتبروا طبعا أنت أجندة. بتقعد مع علاء الكحكي يا إما علاء الكحكي بيقعد معاك، لأن علاء الكحكي بيقول نفس الكلام، أنتوا واخدين من بعض حاجة. لا أصل عارف علاء الكحكي على طول لا أصل دي بقت لفرق الإعداد وللمذيعين وشغال على الإعلام. أقول لكم بصراحة حاجة، أنتوا محظوظين إنه في رئيس بقى يقدم ما نسميه بريف. هو مقدم أجندة حقيقي، خدوا الأجندة وقضايا مختلفة وحاجة ما بقولش خدوها بشكل أرجوك بشكل تأليه أو تقديس، لا خدوها وطرحوها. بشكرك شكرا جزيلا دكتور سامي. في متغير بس متغير الانفجار السكاني لازم ناخد بالنا منه. سيد سفير حسين هريدي، سيد سامح الترجمان، صديقنا العزيز الأستاذ عصام خليل قائم بأعمال حزب مصر للحياة، بشكركم شكرا جزيلا، استفدنا وتعلمنا واستفدنا من ملاحظاتكم. بشكر كمان المشاركات، بشكر اللي شاركونا عبر الهاتف، بشكر كمان ناصف سويرس اللي شاركنا عبر الهاتف، محمود سليمان، سعد سفير، حسام قويش، والعالم الكبير هاني عازر. بشكركم شكرا جزيلا، بكرة حلقة جديدة إن شاء الله، ونشوفكم بكرة. تصبحوا على خير. هذا البرنامج برعاية